اسعار الوقود دي من الحسابات اللي بتتحسب اسعار الوقود حجم التجاره العالميه التبادل التجاري ما بين الدول. لكن انا بقول لك لغايه دلوقتي الحمد لله احنا في قناه السويس محققين ارقام عاليه جدا ونتبع سياسه تسويقيه مرنه جدا. وفي نفس الوقت احنا يعني مدينا الدوله وعائدات الدوله بعمله صعبه الفتره الاخيره تحصل في قناه السويس. شفنا فندم ايه المشروعات القادمه بقى يا فندم بعد الانفاق بقى؟ يعني تعودنا ان تعودنا دايما ان في مشروعات باستمرار موجوده. انفاق بورسعيد ان شاء الله. انفاق بورسعيد ان شاء الله. الاسطول يا فندم، الاسطول البحري وصلنا فيه. كان لسه الوقت تزوروا الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس في منطقه العين السخنه وشوفوا قد ايه كميه المصانع اللي اشتغلت وازاي النهضه بدات هناك. دايما يعني تقدم مصر بيبدا من منطقه قناه السويس. والحقيقه الحمد لله الهيئه الاقتصاديه تقدمت شيء المصانع كثير. في نفس الوقت المستثمرين بقوا مقبلين سواء المحليين او الخارجيين على الاستثمار المنطقة. كنا في الصين قريب كله عادي يجي يستثمر في المنطقه الاقتصاديه، فاحنا بنختار الاحسن والانسب لنا ان شاء الله. فرص عمل وهيبقى فيه نهضه لمصر كبيره جدا من خلال فتح الانفاق سواء في الاسماعيليه او بورسعيد ان شاء الله. سياده الفريق تكلم وهنختار انسب وقت عشان تبقى كثافه المرور وقبل اي تغيير، بس المهم ان احنا تكون حاجه خدميه للناس. يعني مش على مدار 24 ساعه هو الرأي دلوقتي احنا من 10 ل 4 من 10 ل 4 كفتره تشغيل تظهر برضه حاجات هنبدا فيها. لكن في الاخر هو النفق خدمه جماهيريه وهيتحدد توقيت الفتح والقفل والتنسيق مع قياده الجيش الثاني ان شاء الله. في حاجه ارتفع سعرها رزيبه دي ما اقدرش اقول لك بكام، لكن هي هيحصل فيه نمو وزياده اسعار الارض في سيناء ان شاء الله، واقبال كبير جدا من المستثمرين للاستثمار في سيناء باذن الله. تشغيل تجريبي يعني على اساس ان احنا نحصر الاعداد في اجابه للاسئله اللي انتم بتسالوها دي بطريقه فعليه بطريقه واقعيه مش مجرد طريقه نظريه. لا هنعد كل زر، هنعد الشاحنات ونعد العربيات وبتاع، وكل ما ده كل ما هنشغل كل ما الاعداد هتزيد ان شاء الله. اخر اخبار مصر ويخدم مستقبل مصر. طيب شكرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو صاحب فكره الانفاق ويعني هو وعد واوفى واحنا بنشكره على هذا الوعد وهذا الوفاء. دور الحكومه ايه؟ الاداره والتشغيل لان هي خلاص في السماء أعمال الصيانة وتشغيل كلهم الناس الجداد وسافرناهم الخارج وشافوا أعمال الصيانة بتتم ازاي. وبعد كده المسؤول عن التشغيل والإدارة هي هيئة قناة السويس. نظام التشغيل يا فندم بتاع الإدارة؟ تقدير السيد الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي على افتتاحه امبارح لأنفاق تحيا مصر لمدينة الإسماعيلية، وده أنا بعتبره عبور تاني إلى شرق، وده هيتسبب ان شاء الله في بدء تنميه حقيقيه في سيناء وعوده سيناء الى قلب الوطن المصري العظيم. في نفس الوقت بتوجه الشكر للهيئه الانسيه للقوات المسلحه على الجهد اللي عملته في الاشراف على متابعه تنفيذ المشروع، كذلك الشركات المنفذه البلد الخيالي والنفيذ، كذلك اداره الانفاق بهيئه قناه السويس. هي كانت ملحمه بطلها الانسان المصري وإرادة الإنسان المصري. العمل اللي اتعمل ده اتعمل في زمن قياسي فوق ما تتخيله وبأقل تكلفة ممكنة، وده هيعود سينا إلى قلب الوطن المصري الأرض.